مرحبا واهلا وسهلا فيكم. حلقة جديدة من سكايريم. الحلقة الماضية وصلنا على المعسكر هذا اللي هون معسكر الامبيريالز بمنطقة دريتش، وبدنا نيجي نشوف شو بدنا مني ريكي. يمكن بالحلقة هاي رح نفوت ببعركة او طوش كبيرة. ليجت. Something to report? Yes, reporting for duty. Your objective is Fort Sunguard. قلت هيك انا. Meet the soldiers preparing for the attack, then join them in wiping out the rebels. Once you prevail, we will garrison the fort. نعم. Well, soldier, are you up to the task? مثل ما شفنا بمنطقة ذابيل وبوينتر هولد في عندنا حصن بدنا نروح نحارب فيه. انا فكرت انه راح نحارب بمدينة ماركرز نفسها. Sure. I knew I could count on you, soldier. نعم. The battle for Fort Sunguard. Join the men. نفس القصة اللي شفناها بالمعركتين السابقتين. وفي اشياء بالسماء هاي طبعا منا مصبوطة، هاي عيوب باللعبة. وهناك في القمر طالع احد القمرين. واو. طيب اذا السهم اتحول، مفروض السهم يصير هون. هذه خلصنا منها. عندنا هلا بدنا ننضم للرجال اللي موجودين هون حتى نحارب بالقلعة هاي. هذا بتذكر حصن كبير كنت اشوفه لما اكون قاطع الطريق هاي، موجود هيك على جبل. و يا عندنا شيء تاني نعمله، تعال نروح عليه ونشوف وين الحصان. حصان وين يا جورديس؟ وين وقفنا احنا؟ هيا هناك. طيب احنا هلا على كل حال الساعة صارت 5. هذا نايم. بس هيك بتطلع شو في معاه. طيب شو نعمل هلا؟ هون في عنا وين روركس سيد. يا انا بقول شو نعمل، نيجي ننام بماركرز ونفيق تاني يوم الصبح نيجي لهون، ولا نيجي نرتاح بروركس سيد؟ روركس سيد هقرب. قدي هلا الساعة؟ وين هلا؟ قدي بقول الساعة؟ هي تحت الساعة 5 مساء. بس 5 مساء راح اروح على روركسيد لانه اقرب. راح نروح على روركسيد، بس اول شيء نعرف الطريق كيف نطلع من المكان هذا. بدنا نيجي نقطع النهر على اي حال. بدنا نرجع تقريبا على، تعال نشوف شو فينا نعمل. ما عندي فكرة كيف الطريق، انا عم بلعب بدون البوصلة. بس بدنا نروح اساسا شرقا صح؟ نعتمد احنا على الشمس. يا اذا تشوف وين ظلك بنلحق الظل تبعنا. هيك بنتجه باتجاه الشرق تقريبا. بالطريقة هاي بحاول اني اعرف الاتجاهات باللعبة، بعتمد على اتجاه الشمس. وعلى الارجح جورديس فيها تلحقنا. ما شفناش تنين. كنت بتمنى لو نشوف تنين. هون ايش في؟ هذا المكان انا جاي له من قبل. ويت ا مينت. شكلي جاي له. اوكي. سبيتش. هاي هون يمكن انه الاشي هاي مش لإلي، فالكتاب ما فينيش اخده، لانه مرات الكتاب بيكون يعني مش لإلي بس بقول لي عنه ريد، فانا ما بدي اكتفي بقراءته، انا بدي اخده. فاذا بحال حاولت اخده
ممكن انه يعتدي علي. هاي ايش تحت هون؟ هذه كارواثن. ليك هناك سوليتيود، فيري نايس. حلو انه من اماكن مختلفه باللعبه فيك تشوف نفس المناطق بس من زوايا جديده. نعم نعم نعم. اذا هناك شو هذا هون المكان فورس كال لوك اوت اسمه. فاحنا مبدئيا وليك هذا هون المنطقه، هاي ايش المنطقه الكبيره هاي هون اللي ورا النهر، ساندريد تاورز موست بروبلي. هاي هي مدام في ابراج مثل ما شايفين ممكن تكون هي هاي. اقول حالي احنا بدنا ننزل من هون. جوردن ستاعي جاهزه بس نشوف اول شيء نلقي نظره على المكان هذا. حلو هيك واحد يتمشى بسكايريم يتجول، وان شاء الله يكون هذا الطريق هون سهل لحتى واحد ينزل له. لا هذا منه سهل، بده واحد ينتبه. تمام، احنا كان بدنا نروح باتجاه الابراج هاي، تقريبا باتجاه الابراج، مع انه في هون طريق فينا ناخذه مبشوري. يا هلا بنشوف شو بنعمل، بس على القليله عارفين الاتجاه اللي بدنا نمشي فيه، هذا اهم شيء، تعرف انت وين، تعرف الاتجاه اللي لازم تنطلق نحوه. جورديس معاي. هلا هون هاي كيف حتطلع هاي؟ وصلنا على النهر هذا، عندنا هون منحدرة مرتفعة جدا ما بنطلعش. يا بدك تلف يا من هون يا من هون، إلا إذا عاوزين تحاولوا تكتشفوا قدرات الحصان هل في يطلع على هيك مكان ولا لا. تعالوا نشوف شو لكم بيطلع الحصان هيك وكذا، تعال نجرب. بدك تبعد الصورة شوي ما بيطلعش. واو اوبس اوكي واو. طيب هذا منه رول بلاي مزبوط، بس لاني مستعجل عاوز اخلص. وهاي هون ايش؟ اوكي عرفنا هاي المنطقة هناك شو فيها، بس انا ماني مهتم فيها كتير هلا. تسلقنا هاي الحفة وهاي الابراج اياها، وهاي من هون طريق روركستد. هون في حدا؟ اوكي احنا هون صرنا قريبين على هاي المنطقة. انا ما بتهمني هذه كار سبايرال كامب، بدنا نطلع. جوردن لحقتني، بدي اتسلق ال نشوف اذا في طريق من هون.
هذه أنا جيلة من قبل، جيلة بس مش عارف إذا واصل. هذا كله كليرد جاي ومختمه هذا كله ياتو. نشوف إذا في طريق من هون. هذه شو روركسيد؟ لا مش روركسيد، هاي سرعة على هالطريقة الغريبة هاي باللعب. ما كنت ألعب هيك من قبل، بس عاوز إني أخلص الحلقة هاي أوام. هون السينك هول، يا هون في محل اسمه سينك هول كمان، دخلت له هذا بتصور. نعم مجددا نلحق الظل تبعنا باتجاه الشرق. ما في شيء تاني واحد يعمله الا راكب على الحصان وطالع. فاللي راح اعمله اني راح اجي ارتاح بالوركسيد لبعض الوقت من في صباحا، هيك بتكون الوركسيد قريبة هارب من ما اني اروح اقعد بماركرز. هيك بننام وبنتعشى وبنفطر وبنفيق مرتاحين وشبعانين. بس ويت ا مينت، انا هون هاي مظبوط؟ انا ضوعت. هاي ايش هون؟ بعد ننزل على الطريق الرئيسي تحت هيك، احنا ماشيين بالبريه ما راح نعرف نوصل. هذا الدب ما راح افهم فيه طالما ما حدا قرب عليه، ما بشكل خطر. بس بتعرف وين احنا هون؟ ماشيين باتجاه الغرب. او ماي جاد، ليك وين صرنا. This is unbelievable. اوه واو، احنا هيك هلا كيف ماشيين؟ لا مش مزبوط، صار الحصن فوق هلا. I'm getting out of something. What? اوه في mud crab. تعال روح ساعدهم. تمام. كان ولا شيء هذا. تالوس جايد يو. تالوس جايد يو. اوكي هذول ستورم كلوك. طيب اذا ماشيين باتجاه الشرق عبرنا جبال وتلال ولقينا حالنا اخر شيء صرنا بهالمكان هذا. تقعد نلقي نظرة على الحصن اللي بدنا نيجي نحارب فيه، مع انه بصراحة مش حابب اني هلا اجي انا ازوره، ماني حابب اني اقرب عليه كثير. اذا فينا اشوفه عن بعيد بشوفه عن بعيد، بس حابب فعلا اني اروح ارتاح بروركستيد قبل ما نروح نلعب المهمة التالية. بس هو وين اصلا صار؟ انا مش متأكد. هياها هياها القلعة. حبيت موقعها لانه عاملينها هيك فوق تلة وبتطل. واو نعم. قديش الساعة هلا؟ عارف شو؟ بس أليق أنا ماني نايم أصلا، بحاجة إني أنام. تعالنا نلعب بشكل منطقي أكثر. هياها روركسيد قريب كتير، وبعرف إنه فيها مكان في واحد ينام فيه.
فراح نروح هيك على رواق مثل الناس الشاطرين، نروح نتعشى وننام لنا ليله. لانه كمان لما انت تنام مهاراتك بترتفع بتطور بشكل اسرع. فماني حابب اني استعجل كتير بصراحه بهاللعبه هاي، استعجلت زياده عن اللزوم اني عبرت كل هالجبال والتلال ولقيت حالي بمكان اخر. هذا هي روريك سيد، وهذا هو النزل بسموه الان. شو فروست ان، بحاول اقراها انا، فروست فروت ان. واو. طيب في غيوم جاي، يمكن راح تشتي. نعم شوف هناك كيف السحب قاطعة. واو ليك 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 I like this. حلو هالمنظر. هذا بتصور مود الطقس اللي انا منزله بيعمل هيك هالصور الجميلة هاي. هادي هون خرج سكرين شوت بصراحة. ليك طلع قديش الزلمة جوعان وقديش نعسان مش ماكل. يا بس هيك حبيت اني اطلع على هالمنظر الجميل هذا مع القمر. Very nice. طيب شكله بكرة الصباح التالي حيكون في مطر. انا هيك عم بقول يعني بس من صورة السماء. طبعا حتى نفوت على هالنزل هذا وننام لنا ليلة نستأجر غرفة أكيد أول شيء. If you need a meal or room, I've got both. نعم I need both. Actually لا أنا بس بحاجة لروم لأنه أنا معي أكل. Yeah. Sure thing. It's yours for a day. Looking for work? لا. I'll show you to your room. نعم دلنا right this way. لو سمحت بس إن شاء الله يكون إلى باب، بس كل الغرف ما إلها شباب. Let me know if there's anything else you need. I'm not saying it's my business, but I have to ask. Why are you so cruel to your little girls? You're right. Okay. مثل الناس الشاطرين المحترمين. بس المشكلة إنه ما في معي شيء لحتى ألبسه. Keep your nose out of it. You keep on like you are. I'm right behind you. Jordis. I am sworn to carry your burdens. أنا معطيها تلبس بلو روبس بس أنا ما معي. Lead on. عندك شيء يا؟ I only take real coin here. No one. Take a look. عندك شيء هيك رداء للنوم؟ ما عندكش؟ هون ما في شيء واحد يلبسه؟ ما في شيء واحد يلبسه. طيب على القليلة على القليلة بنشلح هاي وبنشلح الخوذة، بنشيل هذا بنشيل هذا. يا في حتى كمان يشلح من اجره. يعني اتليست يريح حاله شوي. نقعد هون قدام النار. تعال افرجيكم شغله حلوه، افرجيكم شغله حلوه بعملها بالمود اللي اسمه دوفاكين ريلاكس. بنقول له ست بتصور ست يقعد هيك قدام النار مثل ما شايفين بتدفى وبيقعد ياكل كوكت بيف بس لسه بعده جوعان من طعميه سالمون ستيك شبع. Do yourself a favor and don't have children. They're good for nothing at all. ولو يا فهيك هذا حلو بسكايرم لما تكون زهقان من اللعب ومن المعارك تقعد بترتاح بهالطريقة هاي. وخلص خلصنا
نروح هلا نعم. بس لو فيهم هذول يروق شوي. جورديس انت عندك تخت هون، فيني اقول له جورديس تعي نامي. What do you need? Sleep. Anything else? طيب بسيطة، احنا بننام اذا انت تخت نامي. بننام وانا هون في عندي المود هذا. نعم بقول له sleep. وساعة ستة نملنا 10 ساعات. خلينا في الساعة 4 الفجر، الساعة 4 الفجر، ونطلع نشوف إذا فينا هالمعركة هاي نعملها بساعات الصباح الأولى. إن بغتهم هيك بالفجر يكونوا مظبوط. إذا بحال واحد راح القلعة بالليل، هل بيكونوا مثلا هناك الجنود نايمين ولا شو بيكونوا عم يعملوا بالضبط؟ مش عارف. ريت لو كنت فكرت اني انام ساعات اقل من هيك. ليش الساعة هلأ صارت 4:15؟ اوكي شو هلأ وضع بعد ما نمنا؟ ريفرشت. لو كان نايم ببيته يمكن كان اوكي. انا هون ماخد احد الستاندينج ستون، اخدت اللفر ستون، بيرفع لي كل مهاراتي 15%. طيب تعالوا حتى نطلع. اول شيء شبعان شيء satisfied you're not hungry. لا خليه يقعد ياكل لقمه، خليه يفطر. rabbit hunch you are well fed. لما يكون well fed stamina regenerates 10% faster. وخلص. Father, how old were you when you left home? I know where this is going, son. هذول الأب والابن قاعدين عم بيحكوا مع بعض. الظاهر الابن عاوز يطلع يغامر يستكشف وأبوه مش مخلي. هذا السيف مشحون. تمام. طبعا حتى نطلع هلا ونروح على القلعة هاي. أيوة شباب لحظة شوية. أيوة واو واو. بدي أرفع شوي هون لأن هلأ عم بلعب. بدي أرفع شوي الصورة السطوع تبعها. نعم 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 very nice. أوكي تعال احنا كمان نضوي، مع انه المشهد اذا راح اضويه يعني ما كتير بضوي لي مثل قلته. اصلا لما تكون مضويه ما فيك تشوف لقدام بشكل اوضح، بالعكس انا هيك شايف انه فيني اني هقشع لقدام بشكل احسن. نطلع على الحصان. لحظة بدي اعمل شغلة. اذا بحال طوينا هاي وركبنا هذا وركبنا هاي وطلعنا على الحصان. اوه نايس فيري نايس. اوكي احنا حافظين تقريبا منطقة بوركسيد. فنعم بدنا ننزل نطلع على التلة هاي لفوق شوف. هلأ بالليل صعب واحد يبعد عن الطريق السريع. بتعرف فعلا هالضوء هذا مزعج، يعني ان شاء الله تنطفي انه مش عم برتاح اني اشوف. ان شاء الله تخلص بسرعة. What is this؟ في حدا عم يهجم. وينه هذا؟ اوه ضربة واحدة ضربة واحدة. سايبر كات يلا انطفي انت. انطفت تمام. هذا القمر يا ترى عم بيغيب ولا عم بيشرق؟
مفروض انه عم بيسرق لانه هناك اتجاه الشرق بتصور، بس ماني شايف شيء. لحظة شوي، في عنا احنا شغلة فينا نعملها اذا مش شايفين شيء. مش احنا هلا حاطين المهمة هاي؟ تمام. وفي عندي انا شيء اسمه يفترض انه هاي الكلير فويانس هيها القلعة، هاي هي. انا بس هيك يعني مستمتع بمنظر السماء والقمر اللي مش عارف وين صار هلا. ايوه بس الرجال تبعوني وين مجمعين بالضبط؟ وات؟ معقول يكونوا تحت واقفين؟ تعال نشوف. فعلا صعب واحد يشوف قد ما عليت السطوع، وانا كمان لاني انزل مود. هيا هذول هني، هذول هني. نعم هنعمل هلا هجوم ليلي مباغت على القلعة. هدفار معانا؟ اوكي شباب، هجوم مباغت بساعات الفجر الاولى. هذا هيك نوع من الرول بلاي، يعني انه قاعدين عم نعمل خطة هيك. بس هدفار انا مش عارف وين هو. Send Ulfric my regard. Send Ulfric. Finish this. Nope. Nope. Fire breath. وراح نطلع هذا. تعال نشوف. ماني شايف. وات؟ طلع قد في بعد. واو واو واو. ايوه كسر. ماني شايف شيء. بس فايتين نصيحة. والله تمام هل الجندري ماشي حاله معنا. تسعين بالمية بعدون. وثمانين. انا ما كتير فارقة معي اذا هن بحال يعني صوبوا علي، لانه اللايت ارمور عامل شغل مظبوط معي. تعطي تحت. مش شايف حدا. اوكي قتلنا ربع لهلا. انت معاهن؟ منيح انه عارف شو رح اعمل. ايوه هيك بنقشع شو عم بصير بالضبط. علقانة يا معلم علقانة. علقانة. واو بعد في فوق. اطلع لهم يا معلم اطلع لهم بعد ما خلصوا. يا
Almost 50%. وين هلا من وين عم بيطلعوا قاعدين؟ طلع بعد عم بيطلعوا. راح بالفاي. مثل عم بتشوف ما لنا فارقة معي عم بقوصوا علي. الارمور تبعها كثير منيح. وهذا على الجندري كمان. عم بلعب على الجندري. يعني بتكون قوتهم 3 أضعاف القوة المعتادة. عم بتراجعوا قاعدين. طيب شوية ريجنريشن. لحظة روح علي. Victory is yours. I submit. فيش سبميت هوني. مرحبا. شو عم بصير؟ عم بسبلي انا. اوكي سوري. مين بعد في هوني؟ وين رايح؟ ولو لك اكم سهم ماخذي. قدي صاروا؟ وين صرنا؟ نايش بالمية. نو واي شو عم بصير؟ وين عم بطلع اصلا؟ مش فاهم. بعد في كمان؟ ولا بتصور بالجزء السادس من Elder Scrolls رح تكون المعارك أكبر من هيك. ولو 5 مش عارف مش قادرين له. مين هذا؟ عم بصير؟ Defeated completed. بعد في حدا؟ بعد في حدا ما قال لك completed. مين بعد عم بضربه؟ طيب خلينا نشوف الوضع. واو ريجين ذا ريتش بهالبساطة هاي وبهالسهولة هاي. خلصنا المهمة. هياها المعركة هون. تيك اوفر. واو صراحة كنت بتوقع هذا بعد ما عم بضربوا عليه. جماعة ما هذا استسلم شكله. المعركة خلصت بس هذا مين بعد فيه؟ هذول عم بيهربوا فعم بلحقوهم. عارف شو خلي يهرب. هاتلي نكسر هذول. هذاك هرب خلي يهرب. يعني بالنهاية منك مضطر انك تقطع على كل حدا. اوكي شباب فينا نحكي معه هذا.
انا ماني عارف شو اللي صار حصيلة الجرحى والقتلى هلأ هون. بدك ننطر لحد ما الشمس تطلع لحتى تتعرف. هذول اصلا ما في معهم شي يعني، حتى لو بدي ادور فيهم كل اشياء مش بحاجة الى. بس انا حابب اني انتظر شوي لحتى تطلع الشمس. تعالوا نطلع نوقف اذا فينا نلاقي محل مرتفع نطلع نوقف فيه. جورديس وات؟ جورديس منا معي؟ انا ما انتبهتش. وين جورديس؟ ليش هلا الساعة؟ المفروض تطلع الشمس هلا، صارت الساعة 5. تعال ننتظر ساعة واحدة. اوه واو شو هذا؟ فرق بساعة واحدة هيك صار؟ اوكي. هذه هيدا عم ناخد فكرة عن حصيلة المجازر اللي صارت هون. بس جورديس ما بعرف وينه. تعال ندور عليها اذا بحال ماتت من بين ال تكون سقطت ضحية المعركة هاي. خلاص ضبوا سيوفهم يعني الوضع استتب. Please, Matt, what did you say? Stay alert. Never know when those stormcloak dogs might charge. Actually, I'm sure that I'm keep an eye out for trouble. It's only a matter of time. ما بتذكر كأنه كان بالليل ما كناش شايفين شو عم بيصير. What's the hurry? What? مش مبين جورديس. طيب تعال شوف شو رح نعمل. حتى الحصان تبعي بلاقي حصاني هيا هناك واقف. بس المفروض جورديس تكون معاه. هيا جورديس واقفة هون. جورديس ليش ما شاركتي معنا بالمعركة؟ I've got your back. اوكي شباب، معركة ليلية باغتناهم فيها مثل ما شفنا، بس بالفعل كانت اعدادهم كبيرة لانه القلعة كبيرة. وبصراحة حابب اني افوت عليها، ماني حابب اني استعجل وارجع لعند الجنرال تاليوس. حابب هيك اني اوقف هون استريح شوي نشوف اذا فينا نفوت على القلعة هاي. شوف شو فيها. بس بدنا نعرف اول شيء الباب تبعها من وين. اكيد قلعة مثل هاي الها اكثر من باب. هذا هون في باب. طيب خلي حصاني واقف هون. هي في عدة ابواب للقلعة هذه. في هون شراين. طيب شباب راح نكفي بالحلقة القادمة نستكشف القلعة هاي، وبعدين بنروح بنخبر الجنرال تاليوس عن انه احنا سيطرنا اخيرا على منطقة ماركرز. كنت بتوقع انه نروح على المدينة نفسها على ماركرز ويكون في معركة كبيرة داخل المدينة هاي. ما بعرف اذا هذه هي نهاية المهمة بمنطقة دريتش ولا لا، مش عارف. ولكن على القليلة خلصنا مهمة جديدة. بنشوفكم على خير بالحلقة الجاي. إلى اللقاء.